النهاردة هنتكلم على الكتاب الأخير اللي أنا أصدرته، العالم إكس والإمبراطوريات الجديدة، اللي هو هيتكلم على مستقبل العالم في ظل التسارع التكنولوجي. يمكن الناس لو فاهمة أن التكنولوجيا هي التكنولوجيا اللي احنا عارفينها النهاردة في صورة الإنترنت والكمبيوترز والكمبيوترات السريعة ووجود منصات كبيرة زي الفيسبوك وتويتر ووجود الأقمار الصناعية والكثير من المظاهر التكنولوجية اللي احنا شايفينها، هي أن التكنولوجيا ابتدت مع وجود الإنسان. التكنولوجيا ابتدت منذ العصر الحجري اللي كان من 3.5 مليون سنة، لما الإنسان قدر إن هو ياخد الحجر يحوله إلى أداة، الأداة دي غيرت شكل حياته فحولها إلى سكينة وإلى رمح، وبالتالي بدأ يعرف يصطاد وبدأت نمط حياته يختلف، وبعد اكتشف النار، وبعد كده بدأ بدل ما يعيش في الكهوف بدأ يعيش في المجتمعات الأولية، وبدأ يغسل الملابس ويبدأ يبني الأكواخ، وكل الحاجات دي كانت تكنولوجيا حتى لو كانت تكنولوجيا بسيطة جدا. وبالتالي لما الإنسان انتقل من العصر الحجري إلى العصر البرونزي، لما اكتشف إن مادة القصدير ومادة النحاس وجمعهم مع بعض طلعت مادة البرونز اللي طورت برضو حياته، وبالتالي هي كانت أيضا تكنولوجيا. ثم العصر الحديدي، ثم بعد كده بدأت ظهور تكنولوجيا الزراعة. يمكن حضارة مصر العظيمة هي كانت قائمة على تكنولوجيا الزراعة والري اللي مصر أهدتها للعالم كله، وبالتالي بدأت تظهر مفهوم الحضارة نفسها. ويمكن المصريين القدماء كانوا عندهم إسهامات تكنولوجية كبيرة جدا في فنون العمارة، في فنون الطب، في الفلك، في الهندسة، ويمكن كل شيء بدأ في مصر. وبالتالي احنا كنا قادرين ان احنا بعد ما امتلكنا هذه التكنولوجيا وكونها منها الحضارة والثروة ان احنا نصدرها للعالم، فانتقلت الى الإغريق والرومان، ثم بعد كده تطورت الدنيا. ويمكن العصر ما قعدش بالمنظر دوت فترة بسيطة من الزمان، انما هو قعد قرون حقيقة، الى هنقول ايه منتصف القرن الخامس عشر، لما جوتنبرج اكتشف المطبعة او واخترع المطبعة، اللي هي كانت على فكرة كانت مجموعة من التكنولوجيات المجمعة مع بعض. هو كان بيستخدم الحاجات اللي كانت تستخدم في طباعة النبيذ مع بعض الأشياء الخاصة ب طباعة الكروت، ببعض الأشياء الخاصة بطباعة العملات المعدنية، وطلع لنا المطبعة. المطبعة عملت إيه؟ المطبعة خلت في فرصة إن النهاردة أوثق إيه الفكر البشري والمعارف. وبالتالي في خلال هنقول 150 سنة قدر الإنسان يطبع 100 مليون كتاب، وبعد كده بدأ يطبع الأوراق المالية البنكنوت اللي هي ما كانتش ممكن تبقى موجودة قبل كده، نتيجة ان الإنسان كان أقصى حدود معرفته هي موضوع العملات المعدنية وصكها. وبالتالي لما طلع البنكنوت أسس لموجة جديدة من الاقتصاد، واللي أدى في الآخر إلى وجود الثورة الصناعية الأولى في أواخر القرن الـ18، ثم الثورة الصناعية الثانية في أوائل القرن الـ20، وبعد كده بعد 50 سنة تقريبا بدأت الثورة الصناعية الثالثة، ثورة المعلومات، وبعدين الثورة الصناعية الرابعة اللي هي بدأت تظهر في ألمانيا في 2010. ولو بصينا على كل المحطات الرئيسية في تاريخ البشرية، الثورات الصناعية هي غيرت تاريخ البشرية للأبد، غيرت مفهوم الحياة، غيرت مفهوم أداء الأعمال، ما غيرت مفهوم إزاي بنعمل كل حاجة حوالينا. ولو بصينا لكل الثورات الصناعية هنلاقيها أنها كانت الأولى كانت قائمة على التكنولوجيا، والثانية كانت قائمة على التكنولوجيا، والثالثة قائمة على التكنولوجيا، والرابعة كذلك. وبالتالي احنا لو بصينا على ما بعد الثورة الصناعية الرابعة، كنت لازم افكر في انتشار جائحة كورونا اللي اصابت العالم في مقتل في مارس 2020، ان ما هو مستقبل العالم في ظل هذه الجائحة. وبالتالي
بالتالي كنا لازم نشوف هل التكنولوجيا النهاردة هتساعد ان احنا نعدي أزمة الجائحة ولا لا، وان النهاردة وجود كوفيد هو أسس لنا العالم الجديد، عالم فيه الكثير من الضبابية حقيقة، فيه الكثير من عدم التيقن، وبالتالي انا سميته العالم اكس. طب العالم اكس دوت هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى ايه تأثير الاستخدام التكنولوجي في مجال الصحة العامة؟ ايه مجال تأثير التكنولوجيا في مجال التعليم، في الاقتصاد، في كل امورنا، في شكل المؤسسات؟ حقيقة ان احنا حتى المؤسسات العامة والمؤسسات الحكومية هي شكلها بيختلف النهاردة نتيجة التسارع التكنولوجيا، ان الامور راحة ناحية ما يطلق عليها مؤسسات المنصات او البلاتفورم اورجانيزيشنز. واحنا النهاردة كمان عاوزين نعرف احنا التكنولوجيا ليست لها الجانب الايجابي فقط، انما لها جانب ايضا مش هقول سلبي، انما هو قد يساء استخدامه، والتكنولوجيا يقابلها التكنولوجيا. وبالتالي كنا لازم نفكر طب احنا مستقبل العملات رايح فين؟ ان العمله لما طلعت عمله معدنيه كانت قائمه على التكنولوجيا في صك المعادن، وبعدين بدات ورقيه قائمه على تكنولوجيا الطباعه. طب احنا هل العملات المشفره هل هي المستقبل؟ وايه المخاطر بتاعتها وايه الفوائد بتاعتها؟ بنتكلم في الكتاب برضو على المبدعين العظماء اللي هم غيروا تاريخ العالم وكان لهم تأثير كبير جدا في حياتنا النهاردة. بنتكلم على الإمبراطوريات الجديدة بقى، ويمكن ده هذا العنوان جالي من لما منصة تويتر منعت دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أن يستخدم حسابه على الإنترنت، وهو كان في وقت بيقدر يصل إلى شفرات الأسلحة النووية في أمريكا. وبالتالي احنا عايشين في عصر المنصات بتعيد تشكيل حياتنا، بتعيد التدخل في أمور كتير جدا من حياتنا، ويمكن احنا كنا لازم نبص عليها ونعرف ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا اهم شيء هي الوعي، وازاي نوعي بالتكنولوجيا، ان معركة الوعي هي معركة بقاء حقيقة في ظل الانفجار المعلوماتي. احنا بنتكلم يوميا على 463 اكزا بايت، يعني 463 18 صفر قدامهم يوميا من المعلومات بتطلع. فازاي نحمي بلدنا، وازاي نحمي شبابنا، وازاي نعرف نصل الى المعلومة الصحيحة، وازاي نكون جنود فاعلين في معركة الوعي للحفاظ على مصر العظيمة والانطلاق الى مصر اللي احنا بنتمناها في جمهوريتها الجديدة بإذن الله.